بكل الخير واليمن والبركات، ومعا نجدد التحية عبر قناة النيل الثقافية. ونحن في فعاليات ملتقى الفكر، ونحن في فعاليات برنامج المؤتمر العام 31 المنعقد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان حوار الأديان والثقافات. بعد الجلسة الافتتاحية التي شهدناها معا، يسعدنا أن ننقل لكم أولى فعاليات الجلسة الأولى في هذا الملتقى، ملتقى حوار الأديان والثقافات برنامج المؤتمر العام 31. يسعدنا أن نرحب برئيس الجلسة فضيلة الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد. والمتحدثون في هذه الندوة هم الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، الدكتور باسارو توروي مدير جامعة الملك عبد العزيز وعضو مجلس المشايخ والقبائل بدولة مالي، القس جان أجا توري رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج، السيد الولي محمد المصطفى طه المدير العام للإعلام والنشر بدولة موريتانيا، والأستاذ هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب. الميكروفون الآن ينتقل إلى رئيس الجلسة فضيلة الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فها نحن الآن بين ربوع القاهرة المحمية جمهورية مصر العربية التي احتوت على قبلة العلماء الأزهر الشريف، البلدة التي قرن اسمها في كتاب الله بالأمان، وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الحضور، ها نحن نحضر هذا المؤتمر الفاعل، المؤتمر الذي ما إذا طبقت البشرية مفهومة لتخلصت مما هي فيه من الفتن الداهمة التي تقع وكأنها قطع الليل المظلم، كما أخبر بذلك رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. ها نحن نحضر هذه الفعاليات، والآن نبدأ بحول الله الجلسة الأولى العلمية. ففي خلال ساعة ونصف نقدم لكم هؤلاء الذين حملوا الفكر النير لكي يلقيه إليكم، وأطلب من الإخوة المتحدثين أن يقتصروا ويحافظوا على الزمن، لأن هناك متداخلين أيضا كذلك من الحضور والسامعين، نتيح لهم المجال إن شاء الله لنستمع إلى آرائهم أيضا كذلك. فنبدأ أولا بالأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، فليتفضل ويلقي لنا ما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي وزير الأوقاف، أستاذ الدكتور رئيس الجلسة، والسادة الزملاء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، طلب مني أن أكتب حول محور من محاور المؤتمر، وهو بعنوان عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد. والحقيقة أن هذا المطلب صعب للغاية،
لأنه يتعلق بأوراق محدودة، وعند الطرح يتعلق بدقائق معدودة، فهو كما قيل كمن أراد أن يدخل الجمل في سم الخياط. ولكني سأشير إلى نقاط محددة، والبحث بين أيديكم إن شاء الله لقراءته مفصلا، فأقول وبالله التوفيق. العقلانية مصطلح وفد إلى العالم الإسلامي في القرن 18 والقرن 19، ثم راج وانتشر في القرن 20. ومنشأ العقل والتفكير العقلي يختلف تماما عن العقلانية. فالتفكير العقلي أو العلمي الذي أرسى دعائمه هو القرآن الكريم والمصطفى صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما طرحت أسئلة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كثيرا ما أثيرت شبهات زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل بخطاب إلهي عقلي. عندما دعي إبراهيم بأنه يعتنق كذا أو كذا، نزل القرآن ليقول له: لما تحاجون في إبراهيم، أي ليخبرهم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ يعني ما فكرتوش؟ عندما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نزل القرآن أيضا يحاجهم ويربي أتباعه على الحوار العقلي: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى آخر الأسئلة التي تبلغ حدا في الكسر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على أن يجري الحوار العقلي أيضا مع الصحابة من خلال أسئلة طرحت عليه، وأشهرها الذي شك في بنوة ابنه لاختلاف اللون. وكان السؤال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ وكلنا يحفظ الحديث مراعاة لضابط الوقت. ومن هنا نشأ المسلمون وهم يعملون عقولهم في النص القرآني والحديث النبوي بأمر من القرآن نفسه، وذلك في ضوء قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، في مرتين مع اختلاف التزيين. وما يتعلق أيضا بمدح العقل والعقلاء والتفكير والمفكرين، سواء أكان ذلك في القرآن أم كان ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومضى الفكر الإسلامي يجمع بين أمرين في وقت واحد: بين معرفة نظرية مستمدة من الكتاب والسنة، وبين معرفة تجريبية مستمدة من إعمال العقل في المادة لاستنتاج قوانين تخدم أيضا الفكرة الدينية في كثير من الجوانب. وقد رأينا مزجا ولم نرى تعارضا في صدر الإسلام بين التفكير العقلي الديني وبين التفكير العقلي العلمي. ولهذا رأينا كثيرين من أعلام الأمة الإسلامية قد جمعوا بين المعرفتين في وقت واحد: المعرفة الدينية والمعرفة التطبيقية التجريبية. وإن كنا قد وجدنا بعضهم قد تخصص في العلوم التجريبية بمعزل غير بعيد عن العلوم الدينية، ومن يراجع أسماء علمائنا كالكندي والفارابي وابن سينا والرازي وغير ذلك، الحسن بن الهيثم وآخرين، يدرك الشواهد الدالة على الكلام الذي أقول إليه. إذن نحن لم نعرف أي خلاف فكري بين المعرفة الدينية والمعرفة التجريبية، ولكن في الغرب كان هناك خلاف بالغ المدى بين المعرفة الدينية وبين بداية المعرفة التجريبية، حيث إن سلطة الدين قد تجاوزت حد الاعتدال، وتم النظر إلى العقل الديني على أنه عقل مقدس، وإلى النص الديني على ما هو عليه على أنه مقدس لا يتأتى النظر فيه إلا من خلال المتخصصين فيه. في هذا الوقت وفي القرن 16 على وجه الخصوص، إذا ببعض العلماء
قد اتجهوا إلى العلوم والمعارف التطبيقية أو التجريبية، وإذا بالعقل الديني يرفض العقل التجريبي، فأصدرت الأحكام بحرق جاليليو وكوبرنيكوس وآخرين. ومن هنا بدأ التعارض بين العقل الديني والعقل التجريبي، بدلا من أن يكون الحوار كان الصدام. أيهما سينتصر؟ في القرن السابع عشر وجدنا من حاول توفيقا بين المعرفة الدينية وبين المعرفة التطبيقية، ولكن ظهر أمر غريب، وهو أن بعض العقول الدينية قد خاضت في نقد العقل الديني نفسه واختلفت معه في كثير من الجوانب، وذلك قد ترتب عليه أن تظهر حركة الإنجيليين أو حركة البروتستانت في القرن السادس عشر، فكانت مناصرة في بعض جوانبها لأصحاب المدرسة العقلية التجريبية الذين رفضوا قدسية النص من ناحية، ورفضوا سلطة رجل الدين من ناحية ثانية. ثم بدأ الصراع بين الطرفين يحتد ويشتد، فمرة يتغلب العقل الديني على العقل التجريبي، ولكن في الخاتمة لاح النصر للعقل التجريبي على العقل الديني. لماذا؟ لأن كثيرا من نصوص العقل الديني أو من سلطة العقل الديني لم تعد مقبولة لدى الغرب من خلال آثار نعرفها جميعا، بينما ناتج العقل التجريبي أدرك الغربيون آثاره الإيجابية في الصناعة والزراعة والتجارة وما شاكل ذلك، ولمسوا آثارا حميدة للعقلية التجريبية. من هنا رجحت كفة العقل التجريبي على العقل الديني. ثم بدأنا نجد في الآونة الأخيرة من تجاوز حد الاعتدال، فرفض كل ما هو ديني جملة وتفصيلا، وحرص كل الحرص على أن يقيم الدليل على أنه لا يوجد نص مقدس، ولا يوجد كهانة ولا كهنوت، وأن العقل هو مصدر المعرفة. ثم انتهوا في غلوهم إلى أنه قد آن الأوان، أي أصحاب المدرسة العقلانية من الغلاة، قد آن الأوان أن ينتصر الإنسان لذاته، وأن يتأنس الله، وأن يتأله الإله. تجاوزت العقلانية في الغرب كل حد، بل إنهم طلبوا بإعادة النظر فيما يسمى بالنص المقدس. الذي يحزن الإنسان أن بعض المسلمين قد تأثروا بهذا الفكر وحاولوا أن ينقلوا إلينا هذه الرؤية، ورأينا كثيرين الآن يطالبون تحت مسمى العقلانية بضرورة إعادة النظر في النص القرآني من حيث الزمان والمكان والتاريخ والبنيوية والتفكيكية، وكتب تبلغ حدا في الكثرة تروج لهذا الاتجاه في أيامنا هذه تحت تأثير مسمى العقلانية. هذا الاتجاه مرفوض جملة وتفصيلا، والحقيقة أنني لا أريد وليس بإمكاني أن أفصل رعاية لحق إخوتي على المنصة، ولكني سأحدد نقاطا هي بداية لعمل عقلي يتطلب في البدء حرية التفكير، يتطلب في البدء ألا نصد أو نرد كل من حاول أن يفكر في كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله معتمدا على ضوابط الفكر الإسلامي وهو يتعامل مع القرآن ومع السنة. اسمحوا لي، وقد أشرت في البحث إلى كيفية إعمال العقل في قضايا الاعتقاد، وقضية إعمال العقل في بعض القضايا الفقهية، وقضية إعمال العقل في بعض قضايا السيرة النبوية،
وسوف أشير في دقائق محددة إلى نقطة أعلم أنها سترفض، لأن المنتج العقلي حتى وإن كان مضبوطا بضوابط الشرع في بدئه هو محل رفض من الأكثرية التقليدية. والدليل على هذا أن شيخ محمد عبده، شيخ رشيد رضا، شيخ المراغي، شيخ شلتوت، شيخ محمد الغزالي، هؤلاء جميعا فكرهم رفض في زمنه، وأصبحنا الآن نضرب بهم المثل في التجديد وفي التحديث وفي التنويه. عندنا قضايا ورثناها وحفظناها ونعيدها ونكررها ولم نفكر للحظة فيها ولم نعرضها على كتاب ربنا أو سنة نبينا لنقدم في أيامنا منتجا عقليا جديدا يغلق الباب أمام طوائف كثيرة. سأضرب مثلا واحدا، نحن جميعا نحفظ أن الدعوة الإسلامية ظلت سرية لمدة 3 سنوات ثم كان الأمر بالجهر بالدعوة، هذا ما نعرفه جميعا. أريد أن نعرض قضية كهذه على هذا المؤتمر كنموذج والبحث فيه كثير لإقامة الدليل على أننا مطالبون أن نعيد النظر في هذا الأمر. فأقول عندما ننظر في القرآن نجد أن كلمة السر هي ما أضمره الإنسان في صدره فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، أو ما أخبر الإنسان به غيره مشترطا عليه ألا يخبر الآخرين، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآيات، أو أن تتفق جماعة فيما بينها على أن هذا الأمر يبقى سرا لا يتأتى أن نظهره لأحد على وجه الإطلاق. ضد هذا هو الجهر، وأسروا قولكم أو اجهروا به. لو طبقنا هذا على دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أننا نحفظ ونسمع ونتلو على الآخرين دون أن نفكر. والدليل على هذا ما يلي: أولا، الأمر الإلهي الصادر إلى سيدنا رسول الله بقرأ ترتب عليه أن يخبر السيد ولم يشترط عليها أن تكتم الخبر، وأخذته السيدة خديجة إلى ورقة ابن نوفل وشرح القضية ولم يشترط عليه أن يكتم الخبر، وعاد رسول الله إلى بيته فعلم علي بن أبي طالب بأمره فأخبر أباه، فقال أبوه له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فاتبعه. ثم أخبر سيدنا رسول الله في الأيام الأولى أبا بكر، وقام أبو بكر بإخبار سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وآخرين، فاعتنقوا الإسلام وبدأ الإسلام يظهر تباعا، لا أقول في السنوات الأولى بل في الأشهر الأولى. ومن يقرأ ترجمة معاذ بن جبل ومن يقرأ تراجم بعض الصحابة نجده يقول: لقد أسلمت 5 أي في الشهور أو في الأيام الأولى من دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان اللقاء الجماعي الذي يلتقي فيه الرسول مع الصحابة، لأنه كان يحدثهم فردية وهم ينشرون فيما بينهم فرادى، ثم يلتقون بالله ليقرروا ما انتهى إليه الوحي الإلهي لتعذر التلاقي مع كل فرد على حدة. يقول ابن هشام، وهو أول من وضع هذه العبارة: الدعوة الإسلامية السرية. يقول: وبعد أن فشى الإسلام في مكة وانتشر، إذا بالأمر الإلهي يصدر إلى رسول الله بقوله فازدع بما تؤمر. فقد أقر واعترف أنه قبل هذه الآية
كان الإسلام قد فشى وانتشر، وحين طلبت طرادم الصحابة وجدت أن 65 صحابيا كانوا قد اعتنقوا الإسلام في هذه الفترة من الزمن، وهؤلاء يرجعون إلى 12 قبيلة في مكة، ومنهم من كان من الموالي لهذه القبائل. إذن فالأمر لم يكن سرا، وإنما كانت الدعوة فردية. لماذا نفكر بهذا التفكير؟ لأن كل الجماعات المتطرفة الآن المنسوبة إلى الإسلام تبدأ بنقطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته كتنظيم سري، ولو تصفحنا تاريخ كل الحركات الإسلامية المعاصرة هنلاقيها كانت سرية في البدء، وإن اختلفت فترة السرية ولكنها من القاسم المشترك. فلو قلنا إن دعوة السرية هي غير صحيحة لأن القرآن ينكرها، وإنما كانت فردية وهو الصواب في التعبير وليست سرية، ثم كان الأمر بالإعلام العام بدلا من أن يقول يا فلان يا فلان يا فلان، صعد الصفا وقال أو نادى يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد كذا، فانتقل من الدعوة الفردية إلى دعوة القبائل أجمع لإقامة الدليل على ما هم عليه. لو نظرنا إلى هذه الآثار وهي كثيرة، ونحن بحاجة كما قلت إلى أن ننشئ مراكز بحثية لتجديد الفكر الإسلامي يتقدم إليها الباحثون بما رأوا ما هو جديد في ضوء معنى آية أو معنى نص أو ما شاكل ذلك، للجان علمية متخصصة تحكم المنتج العقلي، ثم بعد ذلك تقره أو تطلب تصويبه أو تعترضه وفق الدلائل الدالة على هذا. هذه القضية أو هذا البحث فيه كثير من القضايا، ولكني أختم بأن هذا التوجه قد بدأ والحمد لله واضحا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بوزارة الأوقاف دون مجاملة، وإنما أرى أننا في خطأ في عالمنا الإسلامي عندما نجد مذمة نبذل كل جهد في نشرها وفتحها، وعندما نجد محمدة نبذل كل جهد في طمرها وإضمارها، مع أننا مطالبون شرعا أن نحسن الحسن وننشره، وأن نقبح القبيح ونستره، فالإسلام لا يعرف أو فضح أو الافتضاح. وزارة الأوقاف والعقلانية، وهي آخر كلمات كتبتها في البحث، أشرت إلى أنها قد اعتمدت إصدار أعمال علمية تتسم بالاعتدال والاتزان في الآونة الأخيرة، وأنها اختارت أهل الاعتدال والاتزان فيما يتعلق بالتدريب، وأن هناك قضايا حساسة قد تمت مناقشتها بكل شجاعة فيما يتعلق بمشاركة غير المسلمين في أفراحهم وأطراحهم وعوائلهم، وأنها عقدت ندوات مشتركة مع شركاء الوطن، وتعدل الحوار إلى حوار عقلي بدلا من أن يكون صداما عقديا، إذا بالوزارة تحرص على أن تؤلف بين جناح الأمة، وأصبحت محاور الحوار تتعلق بالمواطنة والمواطن والحقوق والواجبات. كما أن وفي الختام أقول لمثل هذا فليعمل العاملون، وأتمنى أن تجد كلمتي هذه صدى، وأن تكون بداية لأعمال علمية أقوى ولطرح أوسع وأشمل، ولتقديم نماذج لما قدمته المدرسة العقلية منذ عهد الإمام محمد عبده حتى وقتنا هذا. وأما المدرسة العقلية التي لم تلتزم بقواعد وضوابط الفكر فإن منتجها غير حميد، وإن رأيها غير سديد، وإن عملها غير رشيد، وهي مدرسة لها جناحان مع
منهم المتطرف المورالي في التفكير العقلي، ومنهم قاب قوسين أو أدنى، وما كتابات أركون والجبر وشحرور والقصيم وآخرين بغائبة عن أحد. ولذلك أتمنى من الله أن يتم إنشاء لجنة لتجديد الفكر الديني تتبع أي مؤسسة. وقد أرى أن الأستاذ الدكتور أسامة العبد قد شرف الحضور وهو المسؤول فيما يتعلق بأيضا لجنة الخطاب الديني، وأن تكون هذه اللجنة تابعة لإحدى المؤسسات شريطة أن تكون هناك حرية في التفكير والإبداع المنضبط بضوابط الشرع. فليس بالإمكان أن نبدأ ما دامت راية التخويف أو التخويف مرفوعة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.